ماذا يفعلون هؤلاء في منزل سي جاي؟ من أعطاكم الإذن حتى تدخلون إلى منزل سي جاي أيها الحمقى؟ هيا غادروا البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بمقطع جديد من لعبة جي تي اي 5. حسنا يا رفاق، هل تعرفون أو بتأكيد أنتم تعرفون يعني منزل سي جاي القديم الموجود في لعبة جي تي اي سان أندرياس؟ وأخيرا استطعنا استرجاعه في لعبة جي تي اي 5. نعم يا رفاق، أخيرا استطعنا استرجاع أو إضافة منزل سي جاي في لعبة جي تي اي 5. واليوم في هذا المقطع سوف نذهب إلى هناك، إلى منزل سي جاي، وسوف نكتشفه معا، وسوف نرى هل تم تغييره في لعبة جي تي اي 5 أم دعوني أمر من هذه الجهة. لكن أولا دعوني أذهب أرى أين توجد الحي الجروف ستريت. نعم نعم، ما زلت أتذكر، هذا هو الحي الجروف ستريت، ومنزل سي جاي طبعا يوجد هناك. ومثل ما أخبرتكم سوف نذهب إلى هناك وسوف نكتشف معا هل تم تغييره، وما هي التغييرات التي حدثت في منزل سي جاي، وكذلك كيف يبدو منزل سي جاي في لعبة جي تي اي 5. كل هذه الأشياء سوف نكتشفها مع رفاق في هذا في مقطعنا لليوم، وهيا لكي ننطلق. ولكن لماذا لا تشتركون في قناة يا رفاق؟ لماذا لا تشتركون؟ ولماذا أيضا لا تضعون يعني اللايكات على مقاطعي؟ عندما أدخل إلى إحصائيات الخاصة بقناتي على اليوتيوب يا رفاق، أجد أن الكثير والكثير والكثير يعني من الأشخاص يشاهدون مقاطعي لكن لا يشتركون. لماذا يا صديقي؟ هيا اشترك في القناة، لن تخسر أي شيء، والله إنك لن تخسر أي شيء إذا اشتركت في القناة، وكذلك إذا قمت بتفعيل زر التنبيهات. أوكي، لحظة، هناك شيء ما يحدث هنا، هل نقوم بالمساعدة أم لا؟ ما رأيكم يا رفاق؟ هل نقوم بالمساعدة؟ أعتقد أن شخص ما قام بسرقة هذا الرجل. حسنا حسنا حسنا، سوف أقوم بمساعدته. ألو، ما هذا؟ لا تقول لي أنه يركب على هذا الشخص يركب دراجة أو سيارة أو لا أعرف. حسنا، سوف أسرع في الإمساك به. أوكي، أين هو؟ حسنا، تعال. أيوة أيوة أيوة، نعم نعم، هكذا، يلا يلا. أوكي، لحظة. هذا مازال ممتاز، يلا. سيارة سريعة، حسن. إذا ماذا علي فعله هنا؟ فهمت، لا أعرف ماذا. تلك كانت أموال أو محفظة أو شيء أو ما شابه. حسنا، سوف أعيد هذه الأموال لصاحبها، بعد ذلك سوف نكمل معا يا رفاق، يلا. أوكي، وصلت إلى الرجل. مباشرة توقف فرانكلين، تفضل محفظتك، يلا مع السلامة، انتبه هذه المرة. على العموم دعونا نكمل يا رفاق. مثل ما أخبرتكم، عندما أدخل إلى إحصائية اليوتيوب الخاصة في قناتي، أجد أن الكثير منكم يشاهد مقاطعي لكن لا يشترك في القناة. لا أعرف السبب لماذا، لكن أتمنى يا أصدقاء أن تشتركون في قناتي، فإنكم لن تخسرون أي شيء، بل على العكس يا رفاق، سوف تسعدون قلبي الصغير هذا فقط. فأيضا وأتمنى يا رفاق أن تضغطوا على الزر لايك وتشتركون في القناة إن لم تكونوا مشتركين. طبعا أنا لن أجبركم على أي شيء، فأنتم أحرار يعني على راحتكم. إذا أحببت مقاطعي وتريد أن تشترك في قناتي فلتشترك يا صديقي، لكن ملاحظة فقط، إذا قمتم بالاشتراك في القناة فأتمنى منكم أن تقوموا بتفعيل زر التنبيهات، لأن هذا الأمر مهم مهم جدا بالنسبة إليكم. تعرفون لماذا؟ لأن إذا اشتركت وحده فيعني إذا اشتركت فقط فمن الصعب أن تصلك يعني مقاطعي، فيجب عليك يا صديقي أن تقوم بتفعيل زر التنبيهات كي يصلك كل جديد إن شاء الله. فإن لم تقوم بتفعيل زر التنبيهات فقد تفوت يعني بعض المقاطع الممتعة في جي تي اي 5 أو جي تي اي سان أندرياس. على العموم يا رفاق، اقتربنا كثيرا من الحي الجروف ستريت كما ترون.
نعم هذا هو حي الجروفسيت، لقد دخلنا إليه. لقد تغير بالكامل يا شباب، كان هنا جسر لقد قاموا بإزالته، ثم قاموا بإضافة هذا الطريق يعني مباشرة، يعني بدون جسر بدون أي شيء. وأخيرا كما ترون هذا هو منزل سي جي في لعبة جي تي اي 5. كما قلت لكم لقد قمنا باسترجاعه أخيرا. انظروا معي إلى شكله يا رفاق، شكله في جي تي اي 5 يعني مختلف قليلا فقط عن الموجود في لعبة جي تي اي سان أندريس. وأول شيء، أول تغيير يا رفاق موجود، وهو كان هنا بعد السياج من الخشب، هنا يوجد سياج خشبي، لكن لا أعرف لماذا لم يقوم بإضافته هنا. وكذلك يا رفاق الجراج ليس على هذا الشكل، بل هو في نفس مستوى الجدار الأمامي الخاص بمنزل سي جي. وطبعا لن أحتاج أن أريكم يعني أن أريكم حي الجروف سيت كما ترون، لأنكم كلكم تعرفون شكله. أما الآن يا رفاق دعونا ندخل إلى منزل سي جي ونكتشفه معا كيف يبدو شكله من الداخل. وات، اعتقدت بأنني سوف أدفع الباب ثم أدخل. غريب. أوكي، هاي مرحبا، من أنتم؟ ماذا تفعلون في منزل صديقي سي جي؟ هيا غادروا هذا البيت، هيا انهضوا من هناك. لا أعرف ماذا يكونان هذا الشخصان، لكنهم مرحبا. هنا أشخاص آخرين، غريب، ماذا يفعلون هؤلاء في منزل سي جي؟ من أعطاكم الإذن حتى تدخلون إلى منزل سي جي أيها الحمقى؟ هيا غادروا البيت. إنهم يرقصون، انظروا معي، إنهم يشربون شيئا ويرقصون. أعتقد بأن لديهم حفلة ما. نعم نعم يا رفاق، إن لديهم حفلة، لكن هذا الشخصان ماذا يفعلان هنا؟ هل ينتظرون شيئا أم أنهم يشاهدون التلفاز؟ أوكي، ما هذا الشيء؟ دعوني أرى. حسنا، هذا الفيلم الخاص بمايكل دي سانتا. نعم أنا أتذكر هذا الفيلم، نعم لقد قم مايكل عندما اشتغلنا يعني مع ذلك المخرج، قام مايكل بصناعة الفيلم معه. أوكي، وهذا الشخصان الآن ينتظران يعني بدء الفيلم، لكن الفيلم أعتقد أنه انتهى أو لا أدري. حسنا يا رفاق هذا كله لا يهمنا، دعونا نستكشف معا المنزل كيف يبدو. دعونا نفتح هذه الغرفة. لا تفتح هذه الغرفة يا شباب، ما زالت مغلقة. واو، أنا لا أتذكر هذا اللوحة الأمواج موجودا هنا من قبل. حسنا، وكذلك هذه الثلاجة كما ترون، هذه التغييرات التي حدثت في المنزل. حاسوب محمول جميل، أعتقد أنه يعود لأحد هؤلاء الأشخاص. كما ترون هذا هو المطبخ الخاص بسي جي، هذا الفرن يعني يسخن ذلك الخبز الخاص بالهوت دوغ أو شيء كهذا، يعني لم يكن موجودا في منزل سي جي الموجود في لعبة جي تي اي سان أندريس. وطبعا قاموا بإضافة هذه الثلاجة هنا، ثلاجة سبرانك كما ترون معي رفاق، وهذه أيضا. ودعونا نفتح هذا الباب، وهذا الباب أيضا مغلق، غريب لا نستطيع فتحه. إذا هذه الأبواب ما زالت مغلقة إلى يومنا هذا. حسنا، دعونا الآن نذهب إلى فوق ونكتشف معا غرفة نوم سي جي الخاصة كيف تبدو. هل تم تغيير؟ هنا يوجد هنا تغيير يا رفاق، هذا الباب لا أتذكر بأنه موجود، وهذه أيضا غير موجودة في لعبة في منزل سي جي الموجود في لعبة جي تي اي سان أندريس. وماذا عن هذا الباب، سيفتح أم لا؟ هذا الباب أيضا ما زال مغلقا يا رفاق. أولا دعونا نرى، شوفوا الغرفة تغيير الملابس الخاصة بسي جي، لقد قاموا بتغييرها وتحويلها إلى مرحاض عزكم الله. أخفت الضيوف، والله أخفت الضيوف. أنا آسف جدا، لم أكن أقصد، أنا آسف. حسنا كما ترون، واو، هذه هي غرفة سي جي، غرفة نوم سي جي الخاصة يا رفاق. انظر لقد قام بتحويل ملابسه إلى هذا المكان، هل نستطيع تغيير الملابس؟ دعونا نرى.
لا نستطيع لأن هذه الملابس لا تخصنا بل تخص سي جاي، لهذا لا نستطيع تغيير أخذ ملابسه. وكما ترون هذا هو الحاسوب الخاص في سي جاي، لكن ما هذا الشيء؟ لا أعرف ماذا يوجد في سطح المكتب. دعونا نلقي نظرة. أوكي، هذا هو الشيء الذي، هذه هي الصورة الموجودة في سطح المكتب الخاص بحاسوب سي جاي. لا أعرف من تكون، لمن هذه الصورة، لا يهمنا. هذا قفاز الملاكمة وبعض الأدوات هنا يا رفاق، أدوات المدرسية مثل المقص والأقلام وإلى غير ذلك، الكيبورد الماوس وكذلك الكيس الخاص بالحاسوب. واو واو واو، إذن سي جاي قام بشراء الحاسوب في النهاية، لكن هذا ليس مثل حاسوب جيمر بل يشبه حاسوب الموجود عندي. على العموم يا رفاق، كما ترون هذا هو منزل سي جاي الموجود في لعبة جي تي اي 5، والآن سوف نكتشف ماذا يوجد خلف هذه الأبواب يا شباب. ما هذا؟ المكان فارغ. شوفوا أين أنا. المنزل أين يوجد؟ غريب، يوجد على ارتفاع كبير جدا. أوكي، دعونا ننزل ولنكتشف هذه الغرفة ماذا يوجد فيها. حسنا، الغرفة الأولى فارغة، وهذه الغرفة أيضا ليس فيها أي شيء. دعونا نعود. أوكي، ثم نذهب إلى هذه الغرفة المطبخ، وهنا أيضا لا يوجد أي شيء. لكن لحظة، هنا شخص يا رفاق مألوف بالنسبة إلي، هذا الأصلع الأسود، إنه شخص مألوف يا رفاق. تذكرت هذا الشخص الذي حاول أن يخدعنا أن يخدع فرانكلين وتريفر ولامار. أما الآن دعونا نكتشف أخيرا هذا الجراج، ماذا يوجد بداخله؟ هل نستطيع فتحه؟ لا يفتح. ماذا إذا قمنا بركوب شيء ما؟ هل سوف يفتح أيضا؟ دعونا لكي نرى. لا يفتح، غريب. فسوف نستخدم الآن مود النوكليب ثم ندخل مع رفاق. هذا هو جراج سي جاي الأصلي، مختبئ خلف هذا الجراج رفاق. لكن ما هذه الصناديق؟ غريب، أريد الوقوف هنا، لكن كما ترون فهنا يوجد فراغ، فسوف أسقط في الفراغ فقط. كما ترون توجد هنا صناديق بعد الصناديق رفاق، وهذا هو الجراج من الداخل. حسنا، لا يهم، دعونا نخرج يا رفاق. أوكي حسنا، خرجنا الآن. هنا بعض العصابات من البلص، يجب أن نقوم في يوم ما بتحرير هذا الشارع. دعونا لكي نغادر هذا المكان بعد أن قمنا باستكشاف منزل سي جاي. وكما ترون يا رفاق، هنا وصلنا إلى نهاية المقطع، فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم فضلا منكم وليس أمرا. كان معكم أيوب أو يوبي، مع السلامة.